النسبة نحن كثير كانوا يجوا الناس عند تسليم الكارت، فكثير ناس يقول لنا أنا ما بدي أرجع، فأنا ما بدي حتى الكارت السوري أو الكارت التركي، يعني يسلمنا إياه ويقول لنا أنا ما بدي أرجع. هلا الكملك موجودة لدى الجانب التركي، اللي صرحوا هالتصريح هذا تقريبا حوالي 10% حين القدوم، يعني من أصل 100 كان 10 أن يصرح التصريح هذا. لذلك الأمور يعني ما بتبين، والرقم دقيق 100% إلا لحين العودة. نحن بدأنا منذ يومين، مسجل لدينا 2500 أخ مواطن في اليوم الأول من أجل العودة إلى تركيا. بقي أكثر من 381 بطاقة بالتمام لم يأتوا أصحابها، فإذا النسبة تقريبا مطابقة.